مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد جديد من حصة الزابينغ. في أول فقرة اخترنا لكم موضوع من الواقع الجزائري، نزلنا للشارع وزرنا بعض بلديات العاصمة. ناس بزاف يشتكيوا من نقص الحليب، نشوفوا مع بعض آراء المواطنين اللي أحيانا يتنقلوا من بلدية الأخرى. السؤال اللي يطرح نفسه، الوقتاش يبقى الجزائريين يديروا لاشان على شكارة واحدة تحليب؟ ما يبيعوش حليب كاع، صبي حانوت في أجي سونت واحد يبيع الحليب، حانوت واحد اللي متصين الاخرين ما يبيعوش. الازمه راهي تاع الحليب، يوفروا تجي عجوزه فمرة 75 65 سنه تضرب ثلاث سوايع ساعتين ونص هي واقفه، ما بزاف يعني ما مد بيانسير ما تشرتو صباح العشيه، معليش تقدري شغل ما واحد ما يشربش العشيه، بصح صباح لازم تشربي صباح، سيرتو اللي عنده دراري، يو عنده دراري لازم يشري، اربعه ما يكفيهوش. اون جينيرال في الجي كاين تاع بخدم يشرب تاع ما بخدم كاين تاع بريفي ملك هكا ويشرب، هما ناس ملهوفين شويه 8 على 10 كانوا بلا فيديو في الحليب. مع الرياضة دائما وباش نخرجوا من لاغوتين، اخترنا لكم بعض التسديدات اللي غيرت السكور في كرة السلة واللي تسجلت في اللحظات الأخيرة من نهاية المباراة. Catch and fire. It's on the floor. He made it. Oh, my God. Wow. He'll get a shot off on the way. Got it. He hit it. He hit the shot. Syracuse wins it. الحيوانات تنزعج من الأصوات الصاخبة، والقط هذا راح يسكت في مولاته باش يسكتها لأنها بطبيعة الحال دوخاته بعزفها. شوفوا معنا هذا الفيديو. فيديو العجوز الجزائرية تقوم بتقديم النشرة الجوية باللغة الفرنسية، وحتى أنها تتقن الحروف الأبجدية. هذه المرأة دخلت قلوب الجزائريين من خلال المواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا معنا مشاهدينا. B C D O F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Bonjour. Voilà l'usine sur l'impératoire. Après demain, l'après-midi, il y en a, ça veut dire qu'il y en a beaucoup de courant d'air. Après maximum d'aujourd'hui, il y en a beaucoup de soleil, ça fait trop chaleur. À Marseille, 26 degrés, à Paris, 30 degrés. Merci à tous, au revoir. À bientôt. Merci. فوزي توب والف يخلع الغاشي ويضحك عليهم الناس ونساب اللي يوم ليه ونهار عليها، حاجة اللي ما كانش يستنى فيها أن أصحابه يخدموا به مقلب ويلحق حتى وين يبكوها. Hey, no, hey, hold on, we were just no, on, it was bro, just bro, at least turn off the camera, please. مقطع فيديو يخليك مع راسك محتار، لأنه في ناس يسلكهم الموت بأعجوبة، وهذا إذا دل على شيء إنما يدل على أن رب العالمين سترهم وطول لهم في عمرهم.
بعض المقاطع في طرائف الرياضة، نخليكم تستمتعوا بها مشاهدينا ونرجع لكم مع فقرة جديدة. ردة فعل الطفل من العالم المحيط به تكون مختلفة حسب المواقف. أطفال ردود أفعالهم كانت قوية ومضحكة في أن واحد، وهذا بعد مشاهدة نفوسهم في المرآة. What's that other baby doing? What is he doing? What are you doing? Why look in the mirror? غرائب العالم رجل يغوص في أعماق البحار بدون أكسجين، والأغرب في الأمر أنه هذا الرجل يصطاد الأسماك ويطلع للسطح في أمان. كما يقول المثل، إذا كان وفاء الإنسان مصلحة فالوفاء عند الحيوان هو تضحية. في هذا الفيديو نشوف ردة فعل أسد خلاه مولاه كي كان شبل ورجع ليه بعد مدة. حقا لله في خلقه شؤون. رحت معك اني عاوينك وصرت تايه في سنيني وانت لاهي في سنينك. أنت وين؟ ليه ما جابك حنيني؟ الصور اللي تتصدر المواقع الاجتماعية دايما حاضرة معنا، خليكم تشاهدوها ونقولكم نتلاقاو في العدد القادم إن شاء الله. سلام.